تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج حنين. تحية أزفها لكم من المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري بورقلة. أغتنم الفرصة باش نبعث لكم تحيتي وتحية كل الفريق التقني وكل عمال المحطة الجهوية لولاية ورقلة. أكيد رايحين نغتنم الفرصة باش نتحطوا في برنامج حنين كما عودناكم على الفنانين، فنانين المنطقة هنا، فنانين الجنوب الجزائري، وما أكثرهم فنانين في الشعر، في الأدب، في الغناء، في الموسيقى، وما أكثرهم. رايحين تحطوا اليوم على فنان رمز من رموز الإبداع في الجنوب الجزائري، كيف لا، وهو ماذا سأقول عنه، تعلم القرآن في سن مبكرة جدا في 11 سنة، دخل معهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان في 74، أين بدأ يعمل أول ألحانه مباشرة، ولما توجه إلى بغداد باش يزاول أيضا دراسته في الفن والتلحين ودراسة العود، العزف على العود. يعني الأساتذة تاعه قاموا باختزال سنتين، كان من المفروض يدير 6 سنوات، لكن في 4 سنوات يعني كمل دراسته وعاد إلى الجزائر. يكفي أنه لحن لأنجح المغنيات تاعنا المطربة وردة، لحن لها بلادي أحبك، كلمات الشاعر مفدي زكريا. إنه الفنان أكيد عرفتوه محمد بوليفة. نزيد نشوفه زميلتنا فضيل، زميلتنا أمال فضيل، وش رايحة تقول عليه في هذا البورتري. فارس الأغنية الملتزمة بامتياز غناء وتلحينا محمد بوليفة، من مواليد 30 جانفي 1955 ببلدية الجامعة ولاية الوادي، من عائلة محافظة، حفظ القرآن الكريم وسنه لم يتجاوز 11. بدأت موهبته الفنية تبرز منذ الصغر من خلال إحياء المناسبات الدينية والحفلات بمسقط رأسه. أخذ بعدها بوليفة توجها أكاديميا بالتحاقه بمعهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة 75. التحق بالإذاعة وتعرف على صديق دربه الشاعر سليمان جوادي، قدم معا برنامجا إذاعيا بين الخيمة والساقية 76، وبعدها برنامج ضياف ربي، حيث بدأ الراحل من خلال البرنامج بأداء الأغنية التراثية كأغنية رانا جيناكم زيار، وأغاني ملتزمة وهادفة من ألحانه كأغنية ماما لابسة الزرقاطي وخلي الغيطة تعمل عيطة مع الفرقة البدوية للإذاعة الوطنية. لمحمد بوليفة عديد الأعمال الفنية الغنائية التي كتبها ولحنها وغناها، ولاقت رواجا كبيرا، نذكر منها لو كل الناس تحب، حتى شي ما فات، دالة بدالة وغيرها. كما لحن الفنان لكبار الشعراء أمثال سميح القاسم، سليمان جوادي، مالك بوديبة، عز الدين ميهوبي، ومحمود درويش. غنت له عديد الأصوات العربية والجزائرية على غرار أميرة الطرب الراحلة وردة الجزائرية بلادي أحبك، وأصوات أخرى برزت في الساحة الفنية. ملك الأوبيرات دخل في التسعينيات مرحلة جديدة في التاريخ الفني الجزائري من خلال تلحين الأوبيرات أمثال قال الشهيد، حيزية وغيرها، كما شارك في وضع ألحان ملحمة الجزائر وكتابة وتلحين استعراض إلا هنا لنعيش. للفنان مشوار حافل بالإنجازات الفنية التي حظي من خلالها بعديد التكريمات.
محمد بوليفة الفنان الشامل غيبه الموت في عز عطائه في السادس من شهر أكتوبر سنة 2012 إثر مرض عضال عن عمر ناهز 57 عاماً. بوليفة قامة فنية نادرة، شارك في كتابة تاريخ الجزائر الفني وكان له الأثر البالغ. إذن نرحب بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، شاهدتوا هذا البورتري للفنان محمد بوليفة لزميلتنا أمال فضيل. نسعد جدا اليوم باستقبال صديق طفولته السيد عبد الرحيم حمية في هذا البرنامج. مرحبا بك سيدي. نسعد أيضا في هذا العدد وللحديث عن فناننا محمد بوليفة باستضافة الفنان عبد الحميد شواكري أيضا صديقه. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. وعن المسرح معنا الممثل رشيد راشدي أيضا لتعامل مع الفنان محمد بوليفة. يعطيك صحة أنك لبيت الدعوة وجيتنا. ربي يسلمك، شاء الله. مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين. يعيشك. أكيد أنه في بداية البرنامج حابين نتحطوا على بداية الفنان محمد بوليفة ربي يرحمه، اللي زاد في منطقة جامعة في الواد كما شفنا. طفولته تميزت ب يعني أنه الفن استهواه منذ الطفولة تاعه. نقدر نقوله بلي محمد بوليفة ولد فنان. الفن منذ الطفولة والفن كسبه من المدرسة القرآنية، المدرسة القرآنية وين ختم القرآن وين كان يقدم في القصائد الدينية. القصائد الدينية هي اللي خلاته أول آلة تربى عليها هي الدربوكة، لأن الدربوكة تستعمل في القصائد الدينية. كان دائما لابد باش يكتب الدربوكة وتعلم في المدائح الدينية. من المدائح الدينية هذيك هو وين خدم صوته وتخدم صوته جيدا وتقدم شيئا فشيئا إلى طموحاته. يقولوا أنه في هذه الفترة يعني توجهه للفن كان يخبيه شوية على العائلة تاعو اللي كانت محافظة، لأنه عندنا دائما هذه الفكرة في هذاك الوقت أنه الفن هو يعني طريق ماشي مليحة، كان يخبي وكان يخدم الآلات تاعو ويعني يعملها هما هكا. سمعنا الآلات في آلة الدربوكة والقصائد الدينية ما كانتش مخبية، كانت على جهر. منها تحول إلى الناي. شحال كان في عمره؟ كان في عمره على الأقل 13 14 سنة تحول إلى الناي. الناي من الدربوكة عاد إلى الناي، يخدم الناي وحده وتعلم الناي. كنا نزهو كيفاش الناي. يعني تعلم السولفاج ولا كيفاش تعلم يعزف على آلة الناي؟ تعلم على آلة الناي بدون سولفاج، بدون سولفاج حتى تحول العاصمة هو يخدم بدون سولفاج، يخدم على بالموهبة نتاعو. موهبة خارقة للعادة ما فيهاش. عندنا بعد الناي تحول إلى الجيتارة. من الجيتار انا بداها بالجيتار التقليديه اللي كنا نخدموها بالالعاب بالاخرى تاع الفليتوكس، بالبواد تاع الفليتوكس. كاين درك نعطيك انا حاجه لربما مالكش ما عندكش المعلومه هذه تاخذها. كاين نهار كان جا في عقب رايح للدار تاعو لقى واحد خادم جيتار بالفليتوكس بثلاثه باللون، زدوا له الاوتار نتاعها بالاسلاك تاع الفرمله تاع البسكليت. هذوك نخدموا له الاوثار تاعها. لقى واحد خادم، وهذاك اللي لقاها خادم الجدار كي حبس عنده محمد وعشباته قال له احنا بس احنا في البلاد ندعوه بابا. هذا نقولوا له في البلاد كامله يعيطوا له بابا. وبابا هذه جات من العائله نتاعو، لانه هو سمي على جده محمد سمي عليه. بدوك العائله تاعو كلها يعيطوا له بابا باسم جده. راحت بابا بدوك البلاد كامل يعرفوه بابا بوليفة. ما يعرفوش محمد بوليفة هذه الا بعد تحويله الى الفن، باش عنده يعيطوا له محمد بوليفة. اما معروف بابا. قال له بابا الا عجبتك نعطيها لك. اعطاها له وداها تعلم بها. وفي الوقت هذا كنا اول اغنيه اللي نتعلموا بها اللي تتضرب بزوز اوتار هي يا لهواوي. سي عبد الحميد شاكري، يا ترى هل انت تانيت يعني كنت تخدم هذه الالات الموسيقيه كما قال لك بال مسترجعات تاع نعم الحق بهم الالات كانت اليدويه، الالات اليدويه نصنعوها بيدينا ونتعلموا العزف. كانت جيتار يخدموا الكمان، يخدموا
الكويطرة كاين آلات اللي تزاح درك، ولكن هذه ميزة في المنطقة لأنه ممكن في منطقة جامعة وإلا ودريغ وعلى العموم ممكن كان كل دار راح تلقى فيها فنان، من واحد يؤدي واحد عازف واحد، لأنه كان في أنا ذاك كانت ما كانش تلفاز متوفر لدرجة كبيرة، ما كانش مذيع، وكانت الناس تحفظ الأغاني لأنه في منطقة جامعة بالضبط تلقي فيها كل الألوان الموسيقية الغنائية العربية موجودة في الأذواق الشامة، وخاصة في منطقة الواد. نعم، خاصة بالخصوص في جامعة. في جامعة. هذه الأغنية اللي قال تعزف على وترين، حبيت نسمعها يعني. هي عندي فضول. قديمة يعني. لا هو في عندي فضول نسمع مقطع منها. بقت عندنا كلمة تاع العنوان. هي كلمة قديمة نظن. وترين. هي مش قصد وترين، انها تلعب على وتر واحد فيها ثلاث نغمات على اي حال. معناها ممكن وترين يخدمها بصوت خشن ولا صوت اعلى منه، تتخدم يعني بثلاث نوت، يعني ثلاث نوتات كما نقول ثلاث نغمات. واغنيه قديمه ياسر كانت غناتها فنانه في جزائريه، أغنية قديمة جدا، قديمة. ما نجيبش نتذكر شكون من التراث الجزائري. التراث الجزائري القديم قديم. نعم. طيب، في أي فترة الفنان محمد بوليفة انضم إلى فرقة موسيقية وين قدر أنه يطور المواهب تاعه؟ في نفس أول في مرحلة تمدرس في مرحلة التمدرس في المتوسطة تقريبا، في المتوسطة بدأ في السنة الأخيرة تاع المتوسطة انضم إلى فرقة فرح الشعب. فرح الشعب بمدينة جامعة كانت فرقة تحيي الأعراس والأفراح، انضم إليها وجاب معها مدة وتم وين زاد بناء الصوت تاعو. وش أنواع الأغاني اللي كانت تغنى في هذا الفرقة؟ وشنو هو النوع الغنائي اللي كان منتشر؟ النوع الغنائي اللي كان أنا ذكر سنة 74 بالمناسبة كان رئيس الفرقة عبد الرزاق حدو فنان معروف وفي المجال السياحي، كانت الألوان غنائية، كان الغناء التونسي، كان يعني الألوان التونسية، الأغاني التونسية، كانت الأغاني المغربية في البلاد، كان أم كلثوم بالنسبة لأنه يحبوا بزاف الطرب. نعم. في منطقة أم كلثوم بالنسبة لعامة ناس، أم كلثوم، عبد الحليم، فريد الأطرش، أنا ذاك كانت في، وكانت الأغاني الجزائرية، المطربين الجزائريين، لأنه المرحلة من السبعينات يعني كان الجيل اللي قبل الستينات السبعينات في العشرية الأولى والثانية بالنسبة للستينات والسبعينات كانت شغل النهضة الموسيقية والغنائية في الجزائر الكل. معناها أنه وفي جامعة كانت تستقبل كل الألوان الموسيقية باختلاف الأجناس موجودة فيها، كان يؤدوا الأغاني وخاصة الطربيات منهم. وبوليفة على ما حكاونا يعني إحنا ما خلطناش في الوقت هذاك، في بداية حياته بدأ يألف أغاني عادية، كان أغاني ما غنهاش ممكن ما سجلهاش لأنها كانت في طفولته إلا أثناء شبابه لحنها، بقات عند أصدقائه معروفة. كان أغاني فولكلورية وغناها وما سجلتش وما باتتش لأنها كانت فولكلورية محلية. وهو لما راح للعاصمة قال لك لازم كان ينتظر نفرض ساعة اللون تاعي ونفرض روحي ومن بعد نفوت بالأغاني المحلية، ولكن طموحاته فاتت الأغاني المحلية وفاتت الأغاني، وصل إلى درجة أنه ما عادش حب يرجع للوراء. قال خلاص وصلت لقمة ما نزيدش نرجع للوراء بالأغاني الفولكلورية. أكيد مشاهدينا كما عودنا لكم في كل عدد نذكروا أغاني الفنان اللي نتكلموا عليه، واليوم رايحين نشوفوا أغنية جميلة جدا عرف بها الفنان محمد بوليفة، أغنية حبيت نسمعها أولا بصوت الفنان عبد الحميد الشواكري، ما قيمة الدنيا. قبل ما تأديها لنا، هل تعرف الظروف اللي أدى فيها هذه الأغنية؟ ما قيمة الدنيا من كلمات الأستاذ الشاعر الأستاذ سليمان جوادي، وكانوا في فترة واحدة موجودين في العاصمة منذ 76 وتعرفوا قبل في البلاد لأنه سليمان جوادي كان موجود في جامعة قبل ما يتنقل العاصمة. في هذاك الظرف كونوا فريق يعني كان فريق رائع جدا حقيقة، يعني فريق لمدة ثلاث عقود من بعد وهو من العطاء ويمثل شيء الرابط بين الأجيال السابقة والأجيال اللي جت من بعد. وهذا الأغنية بالذات اللي خلت كان لها وقع جميل جدا على المستوى العربي، فمش فقط في الجزائر وإلا في فما قيمة الدنيا
أغنية في القمة في الحقيقة. أكيد أكيد ومعناها يكفي. نعم معناها يكفي واللحن أجمل. الله يسلمك. نعم قيمة الدنيا وما مقدارها إن غبت عني وافتقدت هواك ما قيمة الأزهار حين ألمها ما قيمة الأشياء دون لقاك أدمنت حبك هل ترى يا ظالمي أدمنت تعذيبي فطال جفاك كانت تهدهدني بها شفتاك
كل القصائد لم تعد مثل التي كانت تهدهدني بها شفتاك. ذكراك تذكي حرقتي ومواجعي وأنا أحبك أنت لا ذكراك. أدمنت حبك هل ترى يا ظالمي، أدمنت تعذيبي فطال جفاك. ما قيمة الدنيا وما مقدارها إن غبت عني وافتقدت هواك. ما قيمة الدنيا، يعني حقيقة اجتمع جمال الكلمة وجمال اللحن وجمال الصوت، ليس كذلك رشيد؟ يعني شوف بلي أنك حافظ الأغنية عن ظهر قلب، الله يبارك. والله المقام مقام شكر وثناء، وكذلك مقام ترحم أولا وقبل كل شيء، ترحم على المرحوم محمد بوليفة إن شاء الله ربي يرحمه. وكذلك ما هوش فقط نحفظ الأغنية بل نحفظ الأغاني، لأنه أول بدايتي مع الأستاذ محمد بوليفة كنت متتبع لكل أغانيه، وكل كانت عنده حصتين كان يديرها مع الأستاذ سليمان جوادي في الإذاعة الساقية والخيمة، وكذلك ضياف ربي. فكنت أتسابق مع ابن عمي عبد السميع في شكون يسجل الحصة ويسمعها للآخر. جميل جدا. وأول لقاء كان لي مع الأستاذ محمد بوليفة كان عنده هوس، وكان كذلك كما قال تفضل سي عبد الرحيم أنه كان يحوس يطور الأغنية المحلية ويوصلها. فكان إحنا عندنا تقنية خاصة في الدف، يعني الناس كل تعزف الدف ممكن على المستوى الوطني، لكن ربما سي عبد الحميد يزيد يفسر مليح، لأنه الدف في وادريغ له علاقة وعنده واحد الميزة وواحد الخصوصية في الأغنية رائعة. فكان دائما لما يكون يحب يسجل يأكد على شكون يعزف الدف وشكون يعزف الدف تاع وادريغ والدف تاع الأغنية المحلية. فكانت جمعية ألوان ذاك الوقت وكذلك الأصدقاء بعدها كانوا أخوه الأستاذ محمد بوليفة كان ديما يتصل بيا نجي كعازف دف، مازال كممثل مازال ما التقيتش معها. فكنت التقيت به كعازف دف، كانت أتقن هذا الآلة والحمد لله. كان الالتقاء مع الأستاذ محمد بوليفة، ومن بعد اكتشفني في التمثيل، ولما الاكتشاف ما كانش منه هو على كل حال، شافنا في مهرجان في صيف شافتنا الفرقة نتاع الديوان الوطني للثقافة والإعلام اللي كان ذاك الوقت سيسي، المخرج مسعود قنبور شافني في مهرجان في صيف في مونولوج. أيام ما كانش المونولوجات هكذا، فكانت كنت ذلك الوقت هزيت الصالة وكانوا يحضروا في أوبيرات حيزية، وقبلها داروا أوبيرات ثاني أوبيرات على المستوى الوطني. فكان الحين عاودوا نولوا نتكلموا على الأوبيرات، لكن نبقاو في برنامج الخيمة والساقية. الساقية والخيمة اللي كان برنامج مع رفيق دربو سليمان جوادي، وش تقدر تقولنا على هذا البرنامج سي عبد الحميد؟ والله في الحقيقة البرنامج استمد من قواعد الحق الاجتماعية. وكذلك وش كان ما يعني مضمونه؟ وش كان فني 100% تربوي موسيقي؟ فني ترفيهي وفي نفس الوقت أدبي، تقدر تقول أدبي، لأنه كانوا مركزين حتى على اللغة البسيطة المهذبة لتوصل لكل السمع المواطنين المستمعين وكذلك قلوبهم. والاستفادة كانت تبث في أغاني ممكن جديدة وقديمة وبطريقة يعني في اثناء بث الاغاني، والا كان فيه ممكن شرح مش للاغاني وانما كان يعطي مواضيع قبل منها لتفهم ممكن الاغنيه، لانه هذا كان فيه تسابق بالنسبه لهذه. ونرجعوا بالقضيه الدف، لانه احنا مستعمل له ميزه خاصه، احنا نقولوا انه متمم، لانه احنا الاغنيه في وادريغ اصلا مبنيه على الايقاع معناها، والدف هذا إيقاع متمم، لأنه هاد الإيقاعات اللي عندنا احنا كلها خارجة من إيقاع ممكن بصفة علمية 6-8 سي سويت، لكن باش يتميز منه أنه بوادريغ يتميز بالدف، لأنه ليه هاد لو كومبليمون المتمم هذا لازم اللي يكون باش يخدم الأغنية المحلية يكون نقولوا شارب من المال ذيك عايش عليه سامعه مليح معناها ربيا من الإيقاع باش يقدر يتبع، لأنه هاد المتمم هو محدد خطوات المجتمع في السير وفي النطق. لأنه كان أغنية المحلية خاصة في وادريغ مرتكزة على الإيقاع بالخصوص الدف، لأنه اللي يميزها على الأغاني الأخرى، مثلا موجودة إيقاعات في ولايات أخرى في سطيف في واد سوف في كذا، لكن اللي يتميز أنها تبقى من وادريغ
وعنده تأخذ أسماء محلية في الإيقاعات، تأخذ أسماء محلية أخرى هي مع المتمم. وبالمناسبة هذه كنت دخلنا في نقاشات كبيرة مع الأستاذ المرحوم شريف قرطبي، مختار بوجليدة، أستاذ آخرين في برج بكيفان على الإيقاع، فكانوا دائما تشذلهم ودينهم هذا المتمم هذا. معناها لو نخدمه بسيسويت عادي نخدمه، لكن لو يكون فيه متمم بالمحلي يعرفوا باللي وكأنه جديد عليهم. يقودنا الحديث هذا للحديث عن مرحلة يعني برج الكيفان اللي التحق الفنان محمد بوليفة بمعهد الفنون الدرامية في 74، وهنا ربما بدأ يعني يصقل موهبته من خلال الدراسة. من خلال الدراسة والاحتكاك والاستقبال، وخاصة لما استقبل مع تلاقى مع سليمان جوادي، هو كان له يعني سند يعني كبير يعني في العاصمة حقيقة، وهو اللي وقف معه وبنى المعلومات تاعو، وحتى كي كمل الدراسة في عامين ما فرقش برج كيفان، بقى يخدم تما كسيرفيون في انتظار الوصول الى هذا التصريح باش يدي تلقى للعراق. طالت المدة تقريبا عامين وهو ينتظر يعني الفرصة، جاته فرصة في المؤتمر في السفر إلى هافانا اللي داروه في عهد في السفر في هافانا في الباخرة، تم وين يعني جاته فرصة وتلاقى معه وعرفوه وقال له كي نعود إن شاء الله للجزائر نفروا له الأفير وخفروا له الأفير وراحوا. وراحوا عمل يعني دراسة أربع سنوات وكان متفوق، كان هي المفروض كانت ست سنوات ولكن بالتفوق نتاعو سطولوا السنين، سطولوا من السنة الأولى عقبوا السنة الثانية، السنة الثانية عقبوا الرابعة مباشرة، وبعد كمل العام الآخرين لحن لكبار الشعراء أمثال يعني سميح القاسم، محمود درويش، ومفدي زكريا. وشنو هي الطبوع اللي أو المقامات اللي نقدر نقوله كان يتنقل بيناتها الفنان محمد بوليفة؟ سؤال ممتاز. محمد بوليفة تميز بأنه درجة الأولى يختار الموضوع الكلمة، ولأنه كان نقدر نقوله كان قوي في اللغة العربية، كان متمكن كذلك في من نطق مخارج الحروف تاعو، كان متمكن مليح في مواضيع. محمد بوليفة أخدا بالدرجة الأولى الإيقاعات الموجودة في الجزائر، كل أغلب الإيقاعات الموجودة في الجزائر باختلاف مناطقها، معناها بنقولوا شوية قبيلية كذا، باختلاف مناطقها أخدا عليها ألحان بكلمات من شعراء جزائريين كما الدكتور عمر برناوي رحمه الله، كما بزاف شعراء اللي مشى معهم واللي يتميز فيهم الأستاذ سليمان جوادي. لكن المقامات كذلك المقامات العربية كلها تجول فيها، وهذا واش خلى أستاذ بوليفة رحمه الله خلاه في ممكن بعد في فترة معينة على الكاميرات والأضواء، لكن بقى راسخ في الساحة الفنية، وزاد عطاءه أكثر فأكثر، وتوجه اللون الفني وغنائي واحد آخر، من تنقل من الأغاني لأنه بوليفة خدم الأغاني الشعبية، خدم الأغاني الكلمة الشعبية مهذبة، خدم الكلمة البسيطة اللي توصل الناس، كله خدم اللغة العربية كذلك، وخدم الأغاني المركبة والأغاني فيها أغاني عنده البسيطة كما نقوله الألحان بسيطة سهل الممتنع، فكل الألوان الغنائية يعني خدم فيها بوليفة، والحمد لله أغانيه ثرية بالإيقاعات الجزائرية والمقامات العربية. نعم رشيد راشدي، شفتك تحفظ أغانيه أغنية لبسة زرقاطي، وش تعرف عليها؟ ماما لبسة زرقاطي. نعم. من تراث نعم شاوي أظن. لا أغنية شوية محلي. لا لا تراث منطقة محلي من منطقة ودريغ من الجامعة، هو طورها، وكانت لما نقول أغنية ماما لبسة زرقاطي نقول محمد بوليفة ربي يرحمه في ألحان وشباب، يوم ما ربطنا كلنا أمام شاشة التلفزيون لنتابع لهذا الفنان تاع اللي راح ولادة نجم، أقول كانت بدايته مع ماما لبسة زرقاطي، يعني كان يعطيكم افتخار نعم لأنه ينتسب لمنطقتكم، لأنه ينتسب للمنطقة. نعم كان مفخرة، وكنا نتابعوا ألحان وشباب، وكنا نتابعوا الآن ولحد الآن راهي تعود، يقول لك عودة المدرسة. فكان كل واحد اللي يشوف يميل اللون نتاعو أو الجهة نتاعو، بحيث أنه لا لشيء إلا لأنه ذاك هو الفنان اللي تعرفه أو ذاك اللون اللي تتبعه فقط. أكيد أنه مش مفخرة برك السكان الواد، لكن مفخرة كل الجزائريين. نعم. أغنية لبسة زرقاطي راهي حضرة
معنا نتفكروها ونسمعوها ونستمتعوا بها بصوت فنان الله يرحمه محمد بوليفة. ماما لابسه الزرقاتي ماما يا ماما لابسه الزرقاتي ماما يا ماما لابسه الزرقاتي الخوات مفضله لحزام غواتي وماما جدا كما قلنا أغنية شعبية أغنية من التراث. قلت لي أنه في هذه الفترة الفنان محمد بوليفة كان معروف باسم محمد كان في التسجيلات دريف. الأولى نتاعه لما سجل ماما زرقاطي وأنا ريتو هذا أغاني في الأرشيف محطوطين باسم محمد إدريس محمد إدريس هذا نسبة يعني اختار الاسم يعني شغل تكريم للسيد اللي أعطاله الآلة الموسيقية الآلة الموسيقية الأولى اللي هداها له وتعلم بها سماك بالك جا باش يلقى الاسم تاعو باش يكرمو تلقى عليه محمد ادريس خلى حكم هو اسم محمد وادريس اعطاه له هو وهذا ادريس محمد ادريس راه توفى ربي يرحمه ندعو له ثاني الرحمه ورحمه محمد وليفه ومن هذه تنتقلنا الى القطارة تنتقلنا الى القطارة مباشره كنا تحولنا للثانويه كنا في الثانويه خرجنا نهار كنا في المحل نتاع بيع الالات الموسيقيه لقينا القطارة هذه لقينا قطارة اسبانيول كاين دو كاليتي كاين البتي تاي وكاين الكروطا لقينا الاخرى دير 14000 والصغير دير 7000 في هذاك الوقت وحكم عليا محمد قال لي هذه ما نشرو تحركي من هنا الا ما نشروها ما فيهاش يعني قال لي اللي نشروها ما فيهاش يعني اتصلنا بالاصدقاء اللي معانا في الثانويه كل واحد نحيل له واش عنده ولمينا واش كاين وما علينا الا شريناها وديناها وهذه هي الآلة اللي كيحولناها للبلاد عندنا خوفا من نبي ولو كان لقاها يكسرها هنا عندنا نخبوا فيها عندنا ونهبطوها من السطح يطلع يهبط مدهنا من مدهنا مدان وبعد باش يعاود يخرج لعندنا وهذا
خطرة الآلة ما يقبلهاش بيو، هذه الآلة الموسيقية على الأول كان بيو رافض رفض باتا يعني ما كانش. ذكريات جميلة جدا. نروح الآن لفترة الأوبيرات. محمد بوليفة كان أول ملحن الأوبيرات في الجزائر، لحن أوبيرات قال الشهيد سنة 93، أوبيرات حيزية اللي شاركت فيها سنة 94، ملحمة الجزائر الكبرى أيضا سنة 94، وأيضا نوبة في الأندلس سنة 95، أوبيرات علي معاشي 97، حب وجنون 99، الجزائر نوحة غنائية الجزائر 2007، وأم الجمال 2011. كيفاش نقدروا نقيموا هذه المسيرة في هذا النوع الفني؟ إذا كان بالنسبة لتقييم المسيرة، لاحظوا ملاحظة جيدة جدا، هي كانت العشرية السوداء الله يجرحها، وكانت فيه تسارع بالنسبة للتسارع في الساحة الفنية والغنائية ككل، بالنسبة للأغنية الخفيفة الفرقة فرق تقسيط الفرق كذا. فأنا أعتبر هذه الفترة ورجوعه للأوبيرات وذيك كأن خلى لوحة تاريخية وقدر يربط في وقت معين، لأنه حتى الجمهور بالنسبة للأغاني ما بقاش الجمهور اللي يسمع الأغاني، الأغاني معناها نقدر نقول عليها كلاسيكية، ولا أغاني من هذاك اللون الغنائي اللي فيه الآلات والفرقة كبيرة وكذا. فهو عاود ربط الشعب الجزائري كله بتاريخه بمواضيع يعيش فيها في الحال. فهذيك الربط اللي كان محمد بوليفة، أنا لم أظن حسب رأيي الشخصي أنه عمل العمل الكبير في الفترة في التسعينيات في العشرية السوداء، أنه يربط أنه أعطى الفن بالفن، أعطى لوحة تاريخية وربط للتواصل بين الأجيال في الجزائر خاصة. معناها بوليفة قدر كان واعي تمام الوعي أنه هذا اللون الغنائي اللي مش موجود في الجزائر يقدر يربط به، لأنه في عدة أغاني وعدة ألحان في أوبرا واحدة وفي طيب تعاملت معه في أوبرات حيزية، أحكينا على هذه التجربة. تعاملت معه فقط ليس فقط في أوبرات حيزية، أوبرات حيزية كذلك علي معاشي، مسرحية طالب عبد الرحمن، وكذلك الاستعراض الغنائي. محمد بوليفة كان يهتم فقط بالمواهب، وكان مثلا لما يشوف موهبة ما يتركهاش تذهب هباء، لأنه يعرف أنه في الموهبة لن تتكرر، لو كان ما نستغلوهاش أحسن استغلال. كان يقدم الدعم. نعم يقدم الدعم. ومن المواهب اللي كانت نسيمة شمس، أسماء جرمون، هواري والهاسي، والأسماء عديدة اللي كانوا نجحوا من حنا شباب، فكان يحتويهم. ولما ملحمة الجزائر لما نشوف الممثلين والراقصين اللي كانوا نشوف قط أن محمد بوليفة ما هوش بابا فقط في جامعة، وإنما بابا في الجزائر، لأنه قد يحتوي كل هادو، والمسرح هو أبو الفنون. فكان أقول أنه بابا الفن في ذلك العصر في ملحمة الجزائر وفي الملاحم اللي جات بعدها. الشيء الجميل أنه تشوف محمد بوليفة يعرف كل الطبوع، يتعامل في الاستوديو مع كل فنان بطريقته، كل فنان يعطيه المقام اللي يلبسك ثوب اللي يجي على مقاسك يعني. وفي نفس الشق تشوف محمد بوليفة العنيف الذي لا يتسامح في نوطة، ومن بعد تشوف محمد بوليفة الوديع الذي يفرح بالإنجاز لما ينجز، ومحمد بوليفة الكتوم لأنه في العشرية السوداء تعرض إلى تهديدات وما قالش في ذيك اللحظة، خاصة في ملحمة الجزائر، وخلى الأمور تمشي. و يعني نظن هذه إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناته، وربي يرحمه إن شاء الله. ولما تشوفي ثاني كذلك محمد بوليفة خارج الوطن، ولما يعني كانت هذيك المجموعة اللي الحمد لله وبدون فخر أني كنت عضو صغير في وسطهم، مثل تقول كانت خير سفراء للجزائر، كانت سفراء فوق العادة للجزائر في مصر، في الأردن، وكذلك في الإمارات العربية. أكيد. إذن لقطات من أوبيرات قال الشهيد نشاهدها مع بعض مشاهدينا الأعزاء، ابقوا معنا. للأرض نداء يا ولدي، كالنور يشع بأحداقي، للأرض نداء يا ولدي، كالنور يشع
يشع بأحداقي سنوات النار بأوردتي وجراح الأرض بأعراقي سنوات الجمر بأوردتي وجراح الأرض بأعراقي ولدي 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 يا ولدي كما شاهدنا أرمادة من الفنانين في هذا الملحمة اللي لحنها الفنان محمد بوليفة، وكانت أول أوبيرات لحنها قال الشهيد. قال الشهيد كانت أول أوبيرات، نعم، كانت لمعالي الوزير سي عز الدين مهوبي، كانت أخذها كتجربة عجبته. على كل حال الأستاذ محمد بوليفة كانت إذا عجبته حاجة عنده الإصرار فقط، كذلك إصرار من الدرجة. والشيء اللي نجحها ربما كما قلنا هذا الكم الهائل من الفنانين المقتدرين، فنانين كتار تعامل معاهم الفنان محمد بوليفة، أمثال شريف قرطبي، أمثال بوجليدة، أمثال كيفاش كانت العلاقة بيناتهم؟ بوليفة كان كما قال لك رشيد كان يرحب بالفنانين الكل، صارم في العمل حتى في علاقاته كانت نقوله سهلة، يعني بسيط انه سهل انه يركب العلاقة مع الناس، وفي نفس الوقت في حدودها خاصة الأعمال الفنية. معناها بوليفة تشوفي في الاستوديو خارج الاستوديو وهو قاعد يعني يتكلم مع الناس، مش بوليفة واحد، عدة شخصيات. واللي يعجب في بوليفة أنه الحق عنده العزيمة الإرادة، وهذا اللي خلوه يتنقل من الجامعة العاصمة آنذاك، وخلوه أنا ظن تاني يأخذ قرار أنه يروح للأوبيرات ويروح للملحمة، وهذا اللون الفني الجامع. يعتبر بوليفة أغلب مطربين الشباب وخاصة اللي في العاصمة موجودين بقربه، تعامل معهم سواء في الأوبيرا سواء غناء سواء في بعض تركيب موسيقات الآلية بالنسبة للمسرح. معناها كان شامل بالنسبة للأعمال وجامع بالنسبة للفنانين، يعني علاقته بالفنانين كانت علاقة سلسة جدا بغض النظر على علاقته الشخصية، معناها لأنه كان يوظف كل حاجة في مكانها محمد. نعم، لحن لعديد الفنانين المعروفين جزائريا وعربيا على غرار أكيد والفنانة الكبيرة فنانتنا وردة الجزائرية، أيضا الفنانة هيام يونس يتعامل معها. تعامل معها هيام يونس في الزيارة نتاع لما جات لولاية الواد وتلاقاتهم، تعامل معها وعطت له هو عمل غنى من أغانيها وعطالها ألحان وتعاملت معهم ونجحوا على كل مكان، وكانت ألحان ناجحة حقيقة صح. ومن المفروض تعامل مع سماهر، تعامل مع الفنانة سماهر،
ثاني بخارج الوطن، وفي الوطن نتعامل مع عدد كبير من الفنانين هنا في الوطن. محمد راشدي الفنانة جهيدة نحييوها بالمناسبة، محمد بالفروني أيضا، نعم محمد بالفروني، وكذلك شعراء والمجالس نتاعو كانت مختلفة، عنده أصدقاء دكاترة رجال كما يقولوا أهل الأدب، كان قلت لك بوليفة بالنسبة للمجال الفني كان جامع. فمثلا الفئة الدفعات تاع 99 و90 تاع اللي تخرجوا في من ألحان وشباب من الإذاعة الوطنية، مثلا كما كان يقول كل هاسي الشمس، ياسمين حاج ناصر، كذلك تعامل مع ندى الريحان، يوسي توفيق، ومع علاقته مع الملحنين لأني كنت على علاقة قوية بهم، الملحنين مع شريف قرطبي، مع نوبلي فاضل، مع كانت علاقة حق حميمية جدا فنية، وعلاقته بالموسيقيين كذلك كان اللي يتعامل معهم سلفائية بطريقة أكاديمية، كانت علاقة واحدة أخرى معناها تلقيهم مجمولين في إذا كان في إذا كان مثلا دردشة هذه يكونوا كل كيف كيف، أما في التخصصات فليه علاقات في كل. نعم باش نستمتع أكثر بأكبر عدد ممكن من الأنغام اللي حضرنا لكم اللي حضرناها في هذا العدد، معنا نغم أخير لهذا البرنامج نستمتع به، تقاو معنا. الحبيب حبيبه فتأودا واصطار قط في قبلة فتوحدا، ضم الحبيب حبيبه فتأودا واصطار قط في قبلة فتوحدا، أخذتهما إخفاءة فتحولا، قلبين يبتكران نبضا مفردا، أخذتهما إخفاءة فتحولا، قلبين يبتكران نبضا مفردا، نسي حدود يديهما وفميهما ودميهما امتزجا بأبعاد المدى، نسي حدود يديهما وفميهما ودميهما امتزجا بأبعاد المدى، فترقرقا في كل يوم غيمة وتألقا في كل ليل فرقدا، فترغرغا في كل يوم غيمة وتألقا في كل ليل فرقدا، وتلونا حتى استعادا وردة وفراشة يتطايران معا. رحلة جميلة جدا، رحلة فنية مليئة بالإرادة والإصرار، كانت هكذا مسيرة الفنان محمد بوليفة. ماذا أحببت فيها محمد شواكري؟ أحببت فيها مواقفه وكما قلت عزيمته في يعني الإصرار على النجاح في العمل، وأذكر له موقف الحقيقة يذكره لكل الجزائريين، انه في العهده في العهد اللي كنا التسعينات معناها اللي كنا خدا الاوبيرات، وهذه كانت تعرضت عليه عقود عده من دول الخليجيه، ورفض انه يخرج للخارج بمقابل اموال ويخلي الوطن كما يقولوا البلاد كما الحال اللي كان عليه، والله اللي يعيده ان شاء الله. احترمه فيه هذا. نعم. وش حبيت فيه وانت صديق طفولته صديق مشواره؟ عزمه إلا كان عزم على حاجة لازم يقضيها، العزم باش يوصل أوصل، كان دائما منذ الصغر كنا نتذكر كان
لحن واحد المقطع صغير اللي كان يقول من الحان الشاعر الكبير صالح خرفي وتلحين بابا هكذا يعني يعني ما يقولش بوليفة يقولوا بابا بعد وصل ولحن يعني للملحنين الكبار ومغنيين كبار يعني عنده عزيمة خارقة لكن قدم على حاجة لازم يلحق لها ما فيهاش شكرا ناشي داشتي والله إضافة للمقال سي عبد الحميد أنه بالرغم من العقود اللي خلدها في واحدة الكلمات تردت من بعد وتغنت يقول إلا هنا إلا هنا اللي نعيش إلا هنا إلا هنا اللي نعيش غيرك يا بلادي يا بلادي ما عنديش حقيقة تحية لهذه القامة الفنية محمد بوليفة رحمه الله نعم وتحية لكم اللي شرفتونا في هذه القاعدة كما نقول لكم دايما مشاهدينا أكيد أنه ساعة ما تكفيش باش نوفي والفنان حقه لكن معليش هي وقفة لهذا الفنان وقفة لما سيرته وتخليد وقفة ليه كما قلت لكم مشاهدينا لو حبيتوا تعودوا تشوفوا البرنامج روحوا لموقعنا على اليوتيوب الجزائرية الثالثة حنين شكرا على حسن المتابعة نلقاكم في عدد آخر إن شاء الله بقوا على خير